اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين. محترفين، حارس المرمى كيران في الدوري الهندي، هجوم للمنتخب اليمني، ايمن الهاجري يسعى لاستعاده التهديف داخل المنطقه، حكم المباراه شو يقول؟ الاوزبكي يقول ما في اي شيء، وركله ركنيه. هذه اول هجمه يمانيه صوب الشباك النيباليه، الكره الى خارج ارضيه الملعب، ركله ركنيه، تدخل المدافع النيبالي في اللحظه المناسبه قبل ان يسدد ايمن الزلقه بشان راي. يبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرض وصية. نعم نعم، هنا التخطيط، صالح المنتخب اليمني، أول أهداف اليمن في مباراة. أحمد السروري في الدقيقة 25، وعادنا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، نايواش ريشتا لاعب منتخب النيبال، واحد اليمن واحد النيبال. من بعد كأس الخليج لعبت الكرة الصاصي أيمن الهاجري، لم يظهر منذ فترة، لم تظهر أهداف أيمن، غابت من مباراة ماليزيا. التسديد المطري ما زال يتواجد، والمطري هو الذي سجل أول هدف ضد باكستان في بداية المشوار، وهو الذي يسجل ويعود يسجل اليوم. شوف كرة المطري خارج أرضية الملعب، سجل أيضا في شباك الفلبين. كذا تهتف الجماهير اليمنية في انتظار أن يسجل فريقه هدف ثاني لأيمن الهاجري أو عماد منصور أو علاء الصاصي. كتر الهجوم، يا سلام عليك يا سلام عليك، هذا علاء الصاصي، هذا علاء الصاصي، إذا يظهر يظهر بالشكل المثالي. عامل لأصل العرب منتخب اليمن، كرة الصاصي، شوف شوف الكرة، شوف على واحدة ثنتين وهم بوم بالعارضة. الكرة الماضية هذه كان مفروض تكتمل في شباكك يا كيران، هذه كان مفروض تكتمل في شباكك يا كيران. تغيير أول لمنتخب النيبال من مكانه هذا في كبيرة التعليق، يغادر أرضية الملعب الرقم 18 صاحب الهدف الوحيد يناير المقبل. أول مرة كأس آسيا 24 المنتخب. عبد الواسع المطري على تنفيذ الركلة الحرة للمنتخب اليمني، سيبحثون عن هدف ثاني، لن يتركوا هذه المباراة دون انتصار بكل تأكيد، ما لها طعم. تلعب، الله، اصطدمت بالقائم الأيسر، القائم والعارضة صافين مع كيران اليوم، هو كيران اللي أخطأ بالكرة، هو كيران اللي أخطأ بالكرة، حاول يلعب الكرة بقبضة اليد. هاشتاقات كانت موجودة، الفنانين، الإعلاميين، الكل
كان يساند هذا المنتخب. تمريرة قراوي حطها داخل المنطقة، ركلة جزاء، ركلة جزاء للمنتخب اليمني. محسن محمد قراوي أخيرا يتحصل على ركلة جزاء لصالح المنتخب اليمني في الدقيقة 88 بزمن شوط المباراة الثاني. نعم نعم، محسن قراوي البديل في شوط المباراة الثاني يتحصل على ركلة جزاء لصالح المنتخب اليمني. إن شاء الله جول، إن شاء الله جول. يتقدم لها عبد الواسع المطري صاحب الهدف الأول. المطري، اليمنيين عن بكرة أبيه في الدوحة وخارجها وفي اليمن وفي 22 محافظة يقفون على أقدامهم ينتظرون هدف الانتصار في هذه المباراة. عبد الواسع المطري، عبد الواسع المطري يواجه حارس المرمى المتواجد في الدوري الهندي كيران. المطري وكيران على التنفيذ، ركلة جزاء. عبد الواسع المطري يتقدم، جول! مرحبا يا مرحبا فيكم يا سود سبا. الله الله، واليمن في كأس آسيا 2019. عبد الواسع المطري يعود من جديد ليسجل الهدف الثاني ويعيد اليمن أولا. هكذا يريدونها، أن تكون أولا، أن تكون في المقدمة، وبالتالي اليمن تتقدم بهدفين مقابل هدف واحد. أهداف أتت في وضعيات صعبة لكنها في النهاية أتت. عبد الواسع المطري على الصاصي، يبحث عن أيمن الهاجري خلف المدافعين، يلعبها أيمن في الانفراد، يسدد أيمن. الله، كيران يقف في وجه أيمن اليمن الهاجري، كرة الهاجري لاعب نادي معيذر يسدد بهذه الطريقة، يتصدى لها ببراعة كيران حارس مرمى منتخب النيبال. يتصدى لكرة أيمن، تلقى تمريرة سحرية من على الصاصي. حكم الرابع شيري مراد كوربانوف من تركمانستان يرفع دقيقة واحدة، وقت محتسب بدل ضائع. لعبت الكرة بالراس، جول! جول التعادل للمنتخب النيبالي، هدف التعادل لذا جور خالص يأتي عن طريق نويواز شيريشتا في الدقيقة الأخيرة من زمن شوط المباراة الأول. هدف يأتي في الدقيقة 46 من زمن المباراة الأولى من الوقت محتسب بدل الضائع. منتخب النيبالي محاولاته تثمر أخيرا، كرة رأسية يحولها المهاجم صاحب الثمان أهداف دولية، أصبحت تسعة، لاعب نادي الجيش النيبالي في شباك محمد إبراهيم عياش. اللقطة الماضية لا حمصان لا محمد إبراهيم عياش قدروا أو استطاعوا اصطياد الكرة، بل الكرة يمكن لمست عمار حمصان وتحولت إلى شباك محمد إبراهيم عياش في الدقيقة الأخيرة من زمن شوط المباراة الأول. شوف، يعني اشطفت راسهم الاثنين، نويواج وعمار، وذهبت إلى شباك عياش. أعلن مع المنتخب النيبالي إصابة التعادل، وأسعد الأنصار اللي حضروا بكثافة خلف المرمى رغم خروج نيبال. وصافرة الحكم بالفعل تأتي، عزيز عاصموف تعلن عن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتعادل اليمن مع النيبال بهدف لكل منهما. تقدم للأحمر اليماني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. سنتحدث بهذا الفيديو عن موعد مباراة المنتخب الأردني مع نظيره منتخب السعودية في الجولة الثانية من تصفيات كأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026. الموعد والتوقيت والقنوات الناقلة فضلا وليس أمرا. لا تنسونا من الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد. شاركنا رأيك في التعليقات. لا تنسى الصلاة والسلام على حبيبنا النبي. أما عن موعد مباراة السعودية أمام الأردن في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم كان نحو التالي:
أما عن توقيت عرض المباراة 2023 شهر 11 يوم 21 من شهر 11، وستقام المباراة في يوم الثلاثاء القادم وتنقل عبر قناة كي اس اي السعودية وقناة بي ان سبورت القطرية وبالإضافة إلى اس اس سي السعودية في الأسبوع الثاني. أما عن المباراة في يوم الثلاثاء القادم عند 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وصلنا النهاية والسلام عليكم.